دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاتحاد الافريقي ودوله الاعضاء الى دعم فكره المؤتمر الدولي لرعايه عمليه السلام والمشاركه فيه وارسال مراقبين للانتخابات العامه التي ستجري قريبا في فلسطين وحذر ابو مازن في كلمه القاها امام القمه الثانيه والثلاثين للاتحاد الافريقي في اديس ابابا في اثيوبيا من محاولات اسرائيل الساعيه لتغيير طابع وهويه مدينه القدس في دعوتها لبعض الدول لنقل سفارتها اليها الأمر الذي يخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن هذا أكد الرئيس الفلسطيني عزمه على تقديم كافة الإمكانيات والخبرات المتوفرة لدى دولة فلسطين بصفتها رئيسة مجموعة 77 والصين للدفاع عن مصالح أعضائها وعلى رأسهم الدول الإفريقية